بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً أقدم الشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر من المنتدى العالمي للوسطية ومن هيئة علماء المسلمين في العراق، وأرحب بكم جميعاً في بلدكم وفي مدينتكم، وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا المؤتمر سبباً من أسباب نهوض الأمة علمياً وفكرياً ومن جميع النواحي التي تتعلق بالحياة دنيوياً وأخروياً. إخواني وأساتذتي، قبل أن أقدم لحضراتكم المتحدثين، أريد أن أشير إلى نقطة أو نقطتين تتعلق بالموضوع. حقيقة الموضوع موضوع مهم كما تعلمون، وكل ما هو مهم لأجل أن ينعكس على الواقع عندما نتداوله يلزم أن نجعله منظاراً وننظر به إلى واقعنا. فإن نحن اقتصرنا على الموضوعات المهمة علمياً، اقتصرنا على الجانب النظري فقط ولم نجعله مرآة لأجل أن نحلل مشاكلنا ولأجل أن نرى واقعنا، سيكون عبارة عن تصور بدون تصديق. لذلك هذه النقطة أريد أن أؤكد عليها. وثانياً، قضية المقاصد حقيقة اسمها في الحقيقة يعبر عن أهميتها، وكلنا نعلم أن مقصد الشيء يجعل الشيء له محلاً من الإعراب. إن لم يكن لأي فعل سواء كان متعلقاً بالفرد أو بالمجتمع، سواء كان تعبدياً يعني من أداء العبادات الفردية أو الاجتماعية، إن كنا غافلين عن مقاصد ما نقوم به، هذه كلها ستصبح من المهملات التي لا معنى لها. لذلك قضية المقاصد قضية مهمة ويلزم أن تكون حية أمام عيوننا جميعا. كيف لا؟ والله تعالى أنزل الكتاب لأجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسل الرسول لأجل أن يكون رحمة للعالمين، وقد بيّن سبب بعثته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن قضية الرحمة وقضية الخلق وقضية إخراج الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والفقر والفجور وما أشبه ذلك، كل هذه القضايا هي قضايا أساسية ومقاصدية. إذن علينا نحن، أي على العلماء والباحثين، أن ينظروا إلى المشاكل التي نحن نعيشها في العالم جميعاً. كيفما نحن نعكس هذه الرحمة، وهي أسمى المقاصد من إرسال النبي ومن نزول القرآن، على المجتمع الإنساني سياسياً واقتصادياً فردياً واجتماعياً وخلقياً. هذه النقاط إن شاء الله إنني أعتقد وأرجو أن تكون محلولة ومرئية في الواقع بهذا المؤتمر القيم، وأؤكد الشكر للقائمين عليها. والآن أريد أن أقدم لكم الأخوة المتحدثين. الأخ الأول دكتور وصفي عاشور أبو زيد، وعنوان ورقته: علم المقاصد ضرورة شرعية أم ترف فقهي؟ وأكيد علم المقاصد ضرورة شرعية وواجب فقهي،
وسنحن إن شاء الله سنستمع إليه. قبل أن نسمعه أنا أبدأت رأيي في هذا الموضوع، وهو رئيس مركز بناء للبحوث والاستشارات الأكاديمية والمشرف العلمي على معهد بناء لإعداد العلماء، دكتورة في علم المقاصد، له مؤلفات ونشاطات علمية ودعوية، وأنا أيضا يعني عضو من أمانة عامة في هذا المركز، صحيح؟ إن شاء الله. نعم، أكاديمية بناء. نعم، والأخ الثاني الأستاذ الثاني دكتور أمين أبو لاوي. ما معنى لاوي؟ أحد أبناء يوسف، أحد أبناء يعقوب. دكتور أمين أبو لاوي رئيس قسم الشريعة في جامعة عمان العربية الأردن، دكتورة في الحديث النبوي الشريف وعلومه، ودكتورة في المناهج وطرق التدريس. وعنوان ورقته مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية في إيجاد الشخصية البناء، وما أحوجنا إلى هذه الشخصية لوجود شخصيات هدامة. والأخ الثالث دكتور ونيس مبروك، دكتورة في تفعيل المقاصد في صناعة الفتوى بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس أكاديمية مالك التي نحن تشرفنا بمساهمته في هذه الأكاديمية. يعمل حاليا ها موجود المشرف العام لأكاديمية الإمام مالك الدولية للعلوم في إسطنبول بشقشهير. وعنوان ورقتي الاجتهاد المقاصدي وقضايا العصر. والأخ الرابع دكتور يحيى الطائي حفظهم الله جميعا وأفادنا بورقاتهم، المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي، عنوان الورقة. والأخ هو عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق والناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق، دكتورة في أصول الفقه، أستاذ في جامعة بارتم تركيا. وأخوكم في الله عبد الوهاب أكينجي عضو الأمانة العامة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس الجمعية العالمية لتدامن علماء المسلمين في تركيا، وفي نفس الوقت ممثل أو مسؤول الاتحاد العالمي في تركيا. والآن سنقدم الميكروفون إلى، نبدأ من اليمين إلى الأخ دكتور وصفي عاشور، تفضل. والأخوة نبهوني من سوء حظ هذه الجلسة، أضافوا وقت طول الوقت على وقتنا، لذلك قالوا يجب أن تلتزموا بالوقت بدقة. لكل أخ إن شاء الله خير الكلام ما قل ودل، والتعريفات كلكم تعلمون بأنها من أوجز الكلمات، مع أن هناك شرط من شروط التعريف أن يكون جامعا ومانعا. لذلك 10 دقائق إن شاء الله، يعني أرجو أن نلتزم بما أمرنا به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالشكر موصول للمنتدى العالمي الوسطية بالأردن وهيئة علماء المسلمين بالعراق والإخوة الأساتذة والباحثين والمشاركين في هذا المؤتمر الدولي. وعنوان مداخلتي هو علم المقاصد، هل هو ضرورة أم ترف فقهي؟ فضيلة الشيخ رئيس الجلسة وفر علينا المداخلة وقال هي ضرورة بلا شك. ما الذي يجعلها ضرورة؟ أول شيء الواقع الذي نحياه الآن. نحن لم نهتم بالمقاصد ولم يشتغل بها المشتغلون ويتخصص فيها المتخصصون الآن إلا للواقع الذي تحياه الأمة ويحياه العالم كله، حيث إننا نعيش في عصر تحولات، عصر ظواهر كبرى، عصر هجوم على الهوية، تشكيك في الثوابت، اختلاف وتضاد، ولاءات، انقلابات في الفكر، في السياسة، في الاجتماع، في الأخلاق، في كل شيء.
في مثل هذه الفترات في التاريخ لمن يقرأ التاريخ ويتلمس الاهتمام بالمقاصد في فترات التاريخ يجد دائما وأبدا أن العلماء يستنجدون بالمقاصد ويحتمون بها ويستدعونها للساحة في مثل هذه العصور، ابتداء من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة الدولة، ثم الطفرة الهائلة على يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العقل المقاصدي المصلحي الكبير من بين الصحابة، مرورا بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام العز بن عبد السلام الذي أعتبره إمام المقاصد الأول، الإمام الشاطبي، كل هؤلاء جاءوا في عصور نهضة، عصور تجديد، عصور اضطرابات سياسية، عصور ظواهر كبرى، مروراً بالعلماء المعاصرين، الإمام محمد عبده الذي أحيا هذا العلم ولفت أنظار تلامذته له وأوصاهم بإخراج كتاب الموافقات وطباعته وتدريسه، ومنهم محمد رشيد رضا، ومنهم محمد الخضري، ومحمد الطاهر بن عاشور، وغيرهم من العلماء الذين وجدوا أيضاً في عصور مشابهة لهذه العصور. الإمام محمد عبده وجد أو عاش في عصر احتلال، وكان في عصر فيه إرادة للتغيير وللتطوير وللتجديد وحفظ الهوية وتطوير مناهج الأزهر وكل هذه الأمور. الإمام محمد الطاهر بن عاشور نفس الوضع. الأستاذ علال الفاسي في المغرب، رجل مفكر من طراز النادر، رجل سياسي، رئيس حزب، جاء في عصر احتلال ومقاومة وحفظ هوية الأمة. فنحن حينما نهتم بالمقاصد في هذا العصر فلا لسنا بدعا في هذا المجال، وإنما نسير وفق ما تتطلبه مراحل وأزمنة وعصور الأمة والعالم الذي يمر بها. أيضا عندنا تياران في الأمة، تيار التحلل وتيار التحجر. تيار التحجر المتشدد المنغلق الذي يريد أن يفهم النصوص بمعزل عن مقاصدها ويريد أن يعيش في التاريخ ولا يستصحب الواقع، وتيار آخر، تيار يريد أن يهدم نصوص الشريعة، أن يشكك في ثوابت الشريعة، أن يحول القطعيات إلى ظنيات والكليات إلى جزئيات والأصول إلى فروع. هذا التيار أيضاً وذلك التيار كل منهما ينتج الآخر، والتيار الوسطي المعتدل المستلهم للمقاصد ولفكرها ويوظفها في القضايا المعاصرة الفكرية في تناوله لها وفي وصوله للحكم عليها يقوم نموذجاً فريداً ليعدل الميزان وليكون رمانة الميزان بين التحجر والتحلل. حماية المعتقدات تحتاج إلى الفكر المقاصدي، استشراف المستقبل والاستراتيجيات يحتاج إلى الفكر المقاصدي. الأنواع من الفقه الحضاري التي ذكرها أستاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح في كلمته الطيبة، كل هذه الأنواع أبوها هو الفكر المقاصدي، الأولويات، الموازنات، السنن، علم الفقه الواقع، كل المآلات، كل هذه الألوان من الفقه يتحكم فيها فقه المقاصد ويرشدها ويوجهها فقه المقاصد. المقاصد ضرورة لفهم النص الشرعي. بعض الناس يتصور من غير المختصين طبعاً أن المقاصد شيء سوى النصوص، شيء خارج عن ماهية النصوص وبعيد عن ماهية الشريعة، والواقع أن المقاصد هي جزء من بنية النص الشرعي، مقوم أساسي من مقومات الشريعة الإسلامية. نزلت النصوص مصحوبة بمقاصدها، ليست المقاصد شيئا سوى الشريعة وليست الشريعة شيئا سوى المقاصد. ولذلك حينما نقول مقاصد الشريعة فالمقاصد مضافة للشريعة والشريعة مضافة للمقاصد، فلا مقاصد من غير شريعة، من طريق آخر غير طريق الشريعة، ولا شريعة تفهم في ضوء آخر غير ضوء المقاصد. فالذي ينزع المقاصد من النصوص كالذي ينزع الجثة من الروح من الجثة من جسد الإنسان. وإذا كان ابن عطاء الله قال الأعمال صور قائمة وروحها وجود سر الإخلاص فيها، فإن المقاصد هي روح الأحكام. وإذا كانت الأحكام صوراً قائمة فروح الأحكام هو المقاصد، ووجود روح المقاصد هو سر هذه الأحكام، ونزع المقاصد من الروح هو بمثابة نزع
نزع المقاصد من الأحكام هو بمثابة نزع الروح من البدن، فيصير جثة هامدة لا حركة فيها ولا حياة. طبعا هناك وظائف كثيرة جدا للمقاصد، الوقت ضيق لا يتسع لبيان وظيفة المقاصد مع النصوص الشرعية والغايات التي تحققها، من إنه المقصد الشرعي بيبين مفردات الحكم، بيبين أصناف الحكم، بيبين زمان الحكم، مكان الحكم، يتحكم المقصد في كل هذا، ولا وقت لإيراد الأمثلة على ذلك. المقاصد ضرورة في الاجتهاد، في الفتوى، في تنزيل الأحكام. لا يمكن أن يجتهد المجتهد بمعزل عن المقاصد. المقاصد هي الأفق الواسع الذي يسبح تحته الفقيه والمجتهد وهو مطمئن، هي الإطار الحامي للمفتي من الزلل والانحراف والوقوع في الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان جالساً مع الصحابة وخط خطاً مستقيماً ثم خط خطوطاً متفرعة من هذا الخط، وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. الاستقامة هنا التي تحققها المقاصد، الوسطية التي تحققها المقاصد واستصحاب المقاصد في الاجتهاد، في الفتوى، حتى في التنزيل. التنزيل حينما يتنزل الحكم الشرعي من عليائه إلى أرض الواقع، أنا بعتبر أن المجتهد والمفتي أثناء عملية التنزيل هذه كسائق السيارة، القائد للسيارة، يقود السيارة، يمشي في الشارع، عنده مرآة أمامه بينظر يكتشف بها من الخلف، وينظر من زجاج السيارة إلى الأمام، وينظر المرآة اليمنى والمرآة اليسرى، وينظر ما أمامه من سيارات وما أمامه من سيارات، حتى يستطيع أن يتحرك حركة راشدة. فلن يستطيع المفتي والمجتهد أن ينزل الحكم الشرعي من علياء سمائه إلى أرض الواقع إلا إذا كان مدركاً للموازنات يمين وشمال، وإلا إذا كان مدركاً لما سيؤول إليه تطبيق الحكم وتنزيله، وهذا هو المآلات، ويستصحب الحالة الواقع الذي يعيشه وما يحيط به من ملابسات ومن ظروف ومن أحوال. المقاصد أيضاً ضرورية في تجديد العلوم وتطويرها. في الجلسة السابقة تعرض الأساتذة المتداخلون وأصحاب الأوراق إلى مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، علم النفس والتربية والاجتماع والسياسة وكل هذه العلوم. أنا أعتقد أنه يجب أن تحكم فيها المقاصد وأن تضبطها المقاصد، لأن إدخال الفكر المقاصدي في هذه العلوم الإنسانية وحتى العلوم التجريبية، علوم الطب، علوم الكيمياء، الهندسة، الجيولوجيا، الفلك، كل هذه العلوم ينبغي أن تطور وفق مقاصدها. ومقاصد هذه العلوم لا شك أنها ستنتهي في النهاية إلى الكليات الضرورية وإلى القيم الكلية الحاكمة الحاضنة، مثل الحرية والعدالة والكرامة والأمن الاجتماعي. فالمقاصد واستلهام فكرتها أمر ضروري جداً في تطوير العلوم. ما مقاصد علم الفقه؟ ما مقاصد علم التفسير؟ ما مقاصد علم الأصول؟ ما مقاصد علم الاجتماع، علم التربية، علم النفس، علم السياسة، علم الطب، علم الهندسة، الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، الفلك؟ كل هذه العلوم لها مقاصد. هل هذه العلوم تحقق مقاصدها؟ هل في مسيرتها والمصنفات اللي صنفت وتاريخ هذه العلوم هل حقق مقاصد هذه العلوم أم لا؟ ففكرة المقاصد واستلهامها في تطوير العلوم وحركة العلوم والتأليف في العلوم فكرة ضرورية جداً، تجعل من المقاصد ضرورة للتجديد، للتطوير، للتعديل، للتحسين، للاستقامة، لتقويم العلوم ولتقييم العلوم في الوقت نفسه. أيضاً المقاصد، وقد أخبرني رئيس الجلسة أن الوقت انتهى، دقيقة واحدة، سبيل للتلاقي والتوحد على مشترك واسع. أحياناً نختلف في القضايا السياسية، يعني عندنا في مصر مثلاً هناك خلاف حول فكرة الشرعية. فكرة الشرعية هناك خلاف حولها، لكن لا خلاف حول استنقاذ المستضعفين، لا خلاف حول الوقوف أمام الظلم والطغيان، لا وقوف أمام ضرورية تحقيق العدالة والتنمية والأمن الاجتماعي. هذه المقاصد تمثل
أفقاً للتلاقي الواسع بين الأطياف المختلفة وحتى المتناقضة في الانتماءات والأيديولوجيات. المقاصد ضرورة أخيراً للتعريف بالإسلام. التعريف بالإسلام وأنسنة الأحكام الشرعية وأنسنة الإسلام، لأن الإسلام نازل لمصالح الناس، لحياة الناس، لسعادة الناس. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والعز بن عبد السلام قال: إنك إذا قرأت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فلن تجد إلا خيراً يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحس والزجر. فالإسلام نزل لمصالح الناس، المقاصد الأحكام لها مقاصد بأنواعها، بمراتبها، بتراتبيتها، باختلافاتها، بمجالاتها المتعددة. كل هذا ينبغي أن يرفع في الخطاب الدعوي للشرق والغرب على السواء، لأن العالم أصبح قرية واحدة. الشبهات أصبحت تتقاذف وتتلاقى وتتلقى من يمين وشمال، وما لم نعتصم بهذا الفكر الصافي والفكر الذي يعصم الفقيه والداعية من الوقوع في الزلل، ضرورة مهمة للتعريف بالإسلام وضرورة مهمة لتجديد الخطاب الدعوي. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. ونحن نشكر الأخ الدكتور وصفي عاشور، وانطلاقا من عنوان ورقتي بكلمتين أريد أن ألخص الموضوع. فكما أن علماء النحو يعني لا يعتبرون كلام النائم كلاما، أي حكم من الأحكام إن كان بعيدا عن المقصد ولم يكن له مقصد فهو أيضا يكون مهملا. وإضافة المقاصد إلى الشريعة إضافة بيانية، حسب ما سمعناه من أخينا الدكتور وصفي حفظه الله. نعم، الآن ننتقل إلى الأخ الفاضل دكتور أمين أبو بلاوي. تفضل سيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الشكر موصول للمنتدى العالمي للوسطية ولهيئة علماء المسلمين في العراق، وأرحب بالحضور جميعاً وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي أيها الإخوة عنوانها مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في إيجاد الشخصية الإسلامية البناءة، وهي تتفق مع روح عنوان هذا المؤتمر: الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة. والورقة تنبثق تماما من هذا التوجه، حيث سيكون الكلام منصب على النهضة. أعلمت أشرف أم أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. الحقيقة أيها الإخوة، إذا أردنا أن ننهض، وسأبدأ من هنا، علينا أن نبني الشخصية الإسلامية البناءة، الشخصية الإسلامية المهتدية بنور القرآن الكريم والسنة النبوية. والشخصية أيها الإخوة مكونة من 4 عناصر، وتقوم على 4 مقومات. الشخصية جسد وعقل وروح ونفس. فهناك جانب جسدي، وهناك جانب عقلي، وهناك جانب وجداني، وهناك جانب روحي. جاء الإسلام ليبني هذه المكونات 4. فترى القرآن الكريم
والسنة النبوية توجهنا كيف نعتني بالجسد. إذن هناك تربية جسدية، هناك تنشئة جسدية تبدأ من قبل الولادة، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، وعندما يولد ويكون طفلا وصبيا ويافعا وشابا ورجلا وكهلا وشيخا، الإسلام أولى كل هذه المراحل عناية خاصة. ثم هناك جانب عقلي في الإنسان، وهو المميز الأكبر للشخصية. فماذا نعني بالجانب العقلي؟ دعوني أبسط الفكرة بجملة واحدة. كيف نصنع عنده طريقة للتفكير؟ بما أننا مسلمون فإننا معنيون بأن نبني شخصية تنبثق أركانها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ولذلك أيها الإخوة، عندما يتكلم أي شخص نستطيع أن نحكم عليه فنقول هذه شخصية رأسمالية، وهذه شخصية شيوعية، وهذه شخصية إسلامية، بناء على موقفه وأحكامه على الآراء والمواقف والأشخاص والأحداث، لأن كل شخصية تنبثق من ثوابتها العقدية والفكرية. ولذلك إذا أردنا أن ننهض لابد أن نغير طريقة تفكير أبنائنا، وبخاصة الذين يتولون مهمة التربية الحاضنة. ونحن إذا أردنا أن نشاهد فقد نشاهد هذه الأزمان، شخصية هنا وشخصية هناك، شخصيات فاعلة غيرت كثيرا، إن لم نقل على المستوى العالمي فقد غيرت. وهنا أستشهد بشخصيات إسلامية ولا أستشهد بغيرها، لأن موضوعنا الشخصية الإسلامية. فهناك شخصيات إسلامية إن لم تكن نفعت على مستوى العالم الإسلامي فقد نفعت على مستوى أقطارها، نفعت في مجالات متعددة، وما ذلك إلا لأنها كان لديها هدف وكان لديها توجه، وأيضا كان لها منهج. ولذلك أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة أن يكون هدف الجامعات والمدارس والمؤسسات والأسر أيضا أن يكون لدينا توجه. ماذا نريد من هذا الناشئ؟ ماذا نريد منه؟ نضع هذا السؤال، لأن التربية أيها الإخوة هي علم وفن وصناعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سننتقل إلى المتحدث الثالث دكتور ونيس مبروك. وانطلاقا مما سمعناه من الأخ دكتور أمين أبو لاوي، أن حقيقة الشخصية البناء لا يمكن أن تتحقق إلا بالشخصية التي هي قد تربت وأصبحت ذات خلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخلق على نوعين: خلق لازم بالمتخلق، والخلق التي هي تتعدى إلى المجتمع. والإسلام إنما يعني أرسل
لأجل يعني تزيل الإنسان بهذا الجانبين من الخلق. وبارك الله فيكم، وتفضل دكتور ونيس المبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الإخوة في هيئة علماء المسلمين في العراق ومنتدى الوسطية وكل الإخوة المشاركين ومشاركات المتحدثين والمحاورين على هذه الفرصة، وأخص بالشكر أخي الباشمهندس مروان. فأبو طالب المكي يقول في قوت القلوب أنهم سلف كانوا يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين للاستفادة من علمهم والتبرك بآثارهم والتأدب بأخلاقهم، فأنت جمعت لنا نخبة من الصالحين ومن العلماء ومن الفقهاء في مدينة الخير والبركة اسطنبول. الورقة لاجتهاد المقاصد وقضايا العصر جعلتها في مقدمة وأربع مطالب، ولن طبعا يفي الوقت، ولكن سأقف عند جزر من الورقة وأتركها للإخوة إذا أرادوها، في فهي مطبوعة ومكتوبة. إذا كان الإمام الشاطبي يقول كما ذكرنا أستاذي الدكتور وصفي بأن المقاصد هي أرواح الأحكام، فلا يمكن أن يعيش العلم ولا أن ينمو العلم ولا أن يفعل ولا أن يعطي ثمار دون روح. ففقه من غير مقاصد هو فقه بلا روح. والإمام الجويني يقول من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة، ليس لديه بصيرة، ومن ليس لديه بصيرة لا يصلح أن يكون فقيه ولا يتحدث في الشريعة. علم المقاصد كغيره من العلوم نشأ في أحضان علم أصول الفقه، وبخاصة في تنمية مباحثه الثلاثة وهي التعليل والاستصلاح والاستحسان، ولكن هكذا هي العلوم تتنامى وتضطرد وتتفاعل حتى صار علما مستقلا، أو كما على حد تعبير أستاذنا الريسوني انتقل العلم المقاصد من الولادة الكامنة إلى الولادة الكاملة. الاجتهاد المقاصدي، أنا طبعا سأقفز على الكلمات حتى أفي بالوقت. الاجتهاد المقاصدي نعني به بذل الوسع، الاجتهاد المقاصدي هو بذل الوسع في استنباط الأحكام وفي الإفتاء وفي الإرشاد في ضوء اعتبار وتفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية العامة والخاصة والجزئية. وبالرغم من المكان الأسمى للمقاصد، وأنا أريد هنا أن أقف على محطة قصيرة، في الارتقاء بملكة الفقيه، في فهم مراد الشارع، في ضبط بوصلة الاجتهاد، في الترجيح عند التعارض، في دورها في التقريب والتغليب، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بأن المقاصد هي دليل شرعي مستقل بمفرده ينفرد بتشريع الأحكام وإثبات الحلال والحرام، إذ أن المقاصد منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي، أو كما على حد تعبير المناطق الكلي المشكك الذي لا يستوي في محله ويحتاج عند إنزاله في كل محل من محلات إلى حيثيات وظروف ومساقات وأشياء كثيرة حتى يصلح للتعامل أو الاستنباط، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنها دليل مستقل رغم هذه الأهمية، وهذا كلام يطول. يمكن أن أستعير كلام أستاذي طارق البشري في وصفه للدساتير. أستاذ طارق البشري عنده وصف جميل للدساتير، يقول الدساتير هي في العادة كاشفة وليست منشئة، أي لا تنشئ القيم والمبادئ في المجتمعات. الدساتير تأتي لتنظم هذا النظم العام وتضعه في هيئة مواد وكليات وكذا. في تقديري، وهذا تعبير من عندي لا أدري كان صحيح أم لا، وهذه فائدة مثل المؤتمرات أن الإنسان يعرض بضاعته على أساتذته، أن المقاصد أيضا هي كاشفة وليست منشئة للأحكام، هي كاشفة، هي مرشدة، هي موجهة للأحكام وطرائق الاستنباط، ولكنها ليست منشئة لحكم الشرع ابتداء. الموقف المعاصر من تفعيل المقاصد أشار لأستاذي الدكتور وصفي، لا أريد أن أطيل، لكن شوفوا إخواننا، كأي مولود عظيم سواء كان مادي أو إنتاج حتى مادي أو بضاعة أو فكر،
سيقابله الناس إما تشجيعاً إما تحفظاً إما يعني توظيفاً خاطئاً. فنشأت ثلاث تيارات أساسية: تيار المانعين للمقاصد المتحفظين منها، والذي أسماه أستاذنا الريسوني بالاتجاه اللفظي الذي يقف عند الألفاظ وظواهر الألفاظ، واتجاه المتساهلين وهم جماعة الحداثة. وبالمناسبة للحداثة سطوة حتى على الفقهاء اليوم، الحداثة أصبح هو التيار العرف العام في الكون، فأصبحت له سطوة وسلطان وبدأ يتسرب للعقل الفقهي المسلم. لكن هذا الاتجاه التقويلي الذي يريد أن يهرب من أصول الفقه إلى فضاء المقاصد دون قيد أو شرط، هذا طبعا اتجاه خطير والحديث فيه يطول. والتيار الآخر الذي يحاول أن يكون وسطي بين الاتجاهين وسماه الأستاذ الريسوني اتجاه المقاصدي. ثم انتقلت إلى المطلب الثاني وهو ضوابط في تقسيط قضايا العصر. هذه مسألة غاية في الأهمية، وأنا في رسالة الدكتوراه توسعت في هذه المسألة، في مسألة الضوابط وهي مسألة المسالك أو المقامات التقسيط. أولاً لابد من وجود دليل معتبر في مشروعية المقصد، إذ لا تقصيد إلا بدليل. هذه قاعدة يقول فيها الأستاذ الريسوني وينقلها عنه الأستاذ وصفي: لا تقصيد إلا بدليل. لماذا؟ لأن نسبة المقصد إلى الشريعة هو كنسبة أي قول أو حكم إلى الله عز وجل، فإن لم يكن بدليل فهذا قول على الله بغير علم. الأمر الآخر، لابد من التحقق من مآل الإفتاء بالمقصد. يعني مهمة الفقيه لا تنتهي إذا تبين وجه تحقيق المصلحة في الفتوى، لابد أن ينظر إلى مآلاتها، وهذا علم أصبح اليوم، وهو علم المستقبليات، علم واسع فيه قياسات وفيه اتجاهات وفيه. الأمر الآخر، أن ينعدم وجود نص في النازلة. الأمر الرابع، أن يقف عند ظاهر النص إن لم يترجح لديه مقصد. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بالمناسبة أكبر وأول فقيه في الأمة في تقديري من فقهاء المقاصد، أكثر من أعمل المقاصد، وأنا توسعت في هذا في تفعيل المقاصد عند الصحابة، هو سيدنا عمر. فكان سيدنا عمر في سنة الرمل هذا في الطواف كان يقول: فمالنا وللرمل، إنما كنا نرائي به المشركين. يعني كان يرى له وقد أهلكهم الله شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقتين. طيب أمر على المسالك سريعا. المسالك أو مقامات الاجتهاد المقاصد، لابد من التفريق بين الوسائل والمقاصد، طبعا دون ذكر سرد فقط، التفريق بين العادي والعبادي، بين العادات والعبادات، مقام التقريب والتغليب، مقام الاختيار والترجيح، مقام التصوير الكلي للمسألة واعتبار المآلات، مقام التنويط، وهو أخطر المقامات. يعني هو ثلاثة أرباع الفقه هو في التنويط، هو في التنزيل وليس في التجريد، وهذا ما نفتقده اليوم كثيرا عند فقهاء العصر. مقام إسقاط الحقوق، وأنا أختم بهذا المقام ممكن. نعم تفضل. كنت أريد أن أضرب أمثلة في بعض الوقائع. يعني عندي مثال في الفتوى السياسية، ومثال في المعاملات الأسرية، مثال في الأقليات المسلمة، عدة أمثلة، لكن أنا أقف عند مثال واحد لأني أعرفكم تحبوا السياسة فأقول مثال سياسي. وهذه واحدة من إشكالياتنا في العصر الذي هو يعني يحتاج إلى إعمال المقاصد في اهتمام الحركات الإسلامية واهتمام الدعاة، ينبغي إعمال المقاصد، لأن هناك تغول للشأن السياسي على حساب العقدي والفكري والتربوي والاجتماعي والأخلاقي، وهناك يعني تغول كبير كاد يلتهم كل مقاصد الحركات الإسلامية والدعاة ومناشطهم وأفكارهم. فنضرب مثل في إعمال المقاصد في الفتاوى المعاصرة فيما يتعلق بنظرية إسقاط الحقوق. وأنتم تعرفون في رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا الحسن بأنه: إن ابني هذا سيد. وربط هذه السيادة، ربطها بالتنازل عن حقه، عن حقه. وأرجعوا إلى ما ذكره البخاري في سياق هذا الحديث، لأن هناك كان حوار بين سيدنا معاوية ورسوله إلى الحسن، فجاء الحديث في هذا السياق. ولهذا لابد على الدعاة وعلى الحركات الإسلامية وعلى هذه المجتمعات أن تراعي هذا المقصد،
أحياناً يكون من حقك الحكم وفق صناديق الاقتراع أو غير ذلك، يكون من حقك الحكم، ولكن تسقط هذا الحق طواعية وتبتعد عنه حقناً لدماء المسلمين ولذراريهم ولنسائهم وللنظر إلى كليات أكبر ولموازين قوى اليوم أصبحت مترابطة ببعض. الوقت كما ترون قصير، أشكر لكم حسن الاستماع وصلى الله على سيدنا محمد وآله. نعم، ونحن نشكر فضيلة الشيخ دكتور ونيس، وننتقل إلى المتحدث الأخير الأخ دكتور يحيى الطائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الحق جل وعلا لم يشرع الأحكام إلا لمقاصد، وغاية تلك المقاصد هي سعادة الإنسان في الدارين من خلال جلب المنافع لهم ودفع المفاسد عنهم، ومعرفة المقاصد تعين على فهم النص الشرعي وتطبيقاته على الواقع وفق مراد الشارع، وكذلك الاستدلال على حكم ما لا نص فيه وكان لزاما على كل من يريد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية أن يكون عالما بأسرار الشريعة والمقاصد التي راعاها الشارع الحكيم. فدلالة الألفاظ والعبارات على المعاني تحمل أكثر من وجه أحيانا، والمرجع في الترجيح بين تلك المعاني هو معرفة مقصد الشارع من ذلك التشريع. ولأن الأدلة الجزئية قد تتعارض في ظاهر الأمر، فتحتاج إلى التوفيق بينهما ومعرفة ما يعمل منها وما لا يعمل. ومقاصد الشرع ثبتت من خلال استقراء الأحكام المعروفة عللها، ومن أدلة الكتاب والسنة والقواعد الفقهية والأصولية التي أجمع عليها علماء الأمة، فهي مبنية على الشرع ومنضبطة بقيود وقواعد، ومعيار الحكم على الفعل مصلحة أو مفسدة إنما هو الشرع وما يتعلق بذلك الفعل من الأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية النصية والاجتهادية. ومن هنا تبرز تساؤلات: ما هو شكل الارتباط بين علم المقاصد وعلم الفقه؟ وما هي اتجاهات التأثير؟ وما هي مواطن التأثير؟ المقاصد الشرعية هي المعاني المستخلصة من التصرفات الشرعية المتنوعة نصوصاً وأحكاماً وقرائن وتعليلات ومعطيات من اللغة ومدلولاتها وغير ذلك. وعلم المقاصد كان حاضراً في أذهان الصحابة وإن لم يكن معروفاً كعلم مستقل، وهذا كان واضحاً جلياً في كثير من الفتاوى التي كانت تحتاج إلى فهم عميق ودقيق، ولا غرابة في ذلك لشهودهم التنزيل وإدراكهم للأحكام. والآثار الواردة كثيرة، وذكر من سبقني يعني كثير من هذه الأدلة. والفقه الإسلامي هو الجانب العملي من الشريعة التي شرع الله لعباده من الأحكام، وأن هذه الأحكام لم تشرع عبثا، وإنما شرعت لمصالح تكفل تحقيق أمن الإنسان واستقراره وسعادته في الدارين. وارتبطت المصالح بالتشريع الإسلامي ارتباطاً مضطرداً، ولذلك اشترط العلماء في المجتهد يعني شروط كثيرة. هذه طبعاً الإنسان يستطيع أن يبحث عنها في شروط الاجتهاد في كتب الأصول وغيرها. واعتبار الأحكام وسيلة لتحقيق المقاصد، هذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله: إن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت من أجلها. والمقاصد بهذا المعنى هي وسائل وليس غايات. قال ابن السبكي: إن الأخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد أخذ في غير مشروع حقيقة، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأتي بذلك المشروع أصلاً، وإذ لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. ولما كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، من هنا يبرز أثر علم المقاصد في الفقه الإسلامي في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول: العلم بالأحكام الشرعية، أي الأحكام المتعلقة بما يصدر عن الناس من أعمال كالصلاة والزكاة والصوم والبيع. ومن هنا يجب
أن يدرك ما هو المقصد من العبادات وغيرها. الاتجاه الثاني الحكم، والحكم كما هو معلوم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، والمراد بالخطاب عند الفقهاء هو الأثر المترتب عليه كوجوب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضع. والناظر في الضوابط التي يحتكم إليها في عملية تطبيق الأحكام الشرعية يجد إن من أبرزها النظر العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية والإدراك الواعي للغايات والمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها، لأن الحكم قد شرع ابتداء لتحقيق مقصد شرعي، فكان لابد أثناء التطبيق أن يحقق الحكم هذا المقصد الذي شرع من أجله حتى يكون التطبيق على الوجه الذي أراده الشارع وتغياه. وإلا وقع التفاوت والاختلاف بين التشريع الذي يهدف إلى تحقيق مصالح معينة وبين التطبيق الذي لا يعير هذه المصالح أي أهمية وينزل الحكم الشرعي على الأفراد بطريقة آلية مجردة دون أي اعتبار للنظر المقاصدي الكلي العميق. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم فقال: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. هنا أذكر مثل بسيط ذكره شيخنا رحمه الله عندما مر على هذا النص، الشيخ محمد فاضل السامرائي رحمه الله، قال وعندما أتى على هذا يقول: كالطبيب الذي يطبب جميع المرضى بعلاج واحد، هذا رأسه يؤلمه بانادول، هذا بطنه تؤلمه بانادول، هذا كسرت ذراعه بانادول، وهكذا. واعتبار الأحكام وسيلة تحقيق المقاصد هو ما يفهم من قول الإمام الشاطبي إن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى. هنا أنتقل إلى الثالث وهو المستنبط بالنظر والاجتهاد والعلم المكتسب. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: فاعلم إن كل مسألة تفتقر إلى نظرين، نظر في الحكم ونظر في المناط. فأما النظر في دليل الحكم فإن الدليل لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب أو السنة أو ما يرجع إليهما من إجماع وقياس، ولا يعتبر في طائمين إلى آخره. حقيقة حتى أختصر الآن أمر على الأسس. ما هي الأسس لهذا الفهم؟ الأساس الأول فهم الواقع الذي ينزل عليه الحكم الشرعي. الأساس الثاني الموازنة بين مصلحة الأصل ومفسدة التطبيق. وقسم من العلماء ذكروا مثالا على الصدق والكذب، قال: إذا كان نبي قد اختبأ في مكان وطلب من شخص أن يشير إليه، هل يقول يدل على مكانه أو لا يدل على مكانه؟ فهو أما أن يكذب وينجو هذا النبي، وأما أن يصدق ويقتل النبي. هذا يعني أيضا كمثال سيقة. الأساس الثالث التحقق من انطباق علة الحكم في الواقعة الجديدة. الأساس الرابع النظر إلى خصوصية بعض الحالات وما يعتريها من ضرورة وحاجة. والتطبيق المقاصد الأحكام يظهر جليا في فعل سيدنا معاذ بن جبل، وهنا هذا الحديث مشهور طبعا عندما أخذ يعني بدل العين يعني من الزرعة أخذ الملابس من أهل اليمن، فحقق بذلك مصلحتين: مصلحة لأهل اليمن بأنهم هم ينتجون الملابس ويعني القمصان وغيرها، وبذلك وأيضا حقق مصلحة لأهل المدينة لأنهم بحاجة لهذه الملابس. هنا حقيقة أنبه على مسألتين التي ذكرها قبل قليل فضيلة الأخ الدكتور نور الدين حول زكاة الفطر عينا أم نقدا. حقيقة هذا الخلاف كبير، والكثير يعني إلى الآن يقول لا يجوز إخراجها نقدا بل يعني عينا إلا نقدا. حقيقة في النظر إلى المقصد الشرعي، المقصد الشرعي من هذا ما هو؟ هو إغناء الفقير، وإغناء الفقير
يتم ربما بالحالتين. أحد المشايخ يقول نعم ممكن يأخذ العين ويبيعه، طيب أخذ العين وباعه هذا بأقل من سعره، فبالتالي نحن لم نحقق المقصد الحقيقي من الإغناء. الإغناء يجب أن يكون بأكثر من المال. وأيضا ما ذكره فضيلة أخي الدكتور عبد الحق حول السكن، وموضوع السكن بالذات حقيقة يعني إحنا يجب أن نفرق، هل الغاية السكن أم الغاية التملك؟ هنا مسألتين، السكن يعني من الضروريات، لكن التملك ليس ضروري، ممكن أن تقضى الحاجة، لأنه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. فإذا كان هناك ممكن السكن وليس التملك ممكن، لكن مثل هذا الوضع على وضع الموصل الآن، المدينة الموصل عدد المهجرين يعني بالآلاف وهم في العراء، لا سكن ولا مأوى، وهؤلاء أعراضهم يعني حفظ العرض من الضرورات الخمس. فبالتالي هذا إذا لم يجد سكنا للإيجار ممكن أن يباح له أن يأخذ القروض. طبعا سيف الوقت أدركنا، والآن فقط أنتقل إلى يعني سأنتقل إلى الفقرة الأخيرة. بدون تملك لا يصلح يتزوج. نعم نعم، إذا كانت هذه ضرورة لا ليس مشكلة، نحن نقول يعني، لكن إذا كان هناك ما يدفع هذه الضرورة فهي تقدر بقدرها. طيب، أما تأثير علم المقاصد، هذا آخر فقرة إن شاء الله. أما تأثير علم المقاصد في الفقه الإسلامي فيبرز في المواطن التالية: أولا عند تعارض الدلائل فيما بينها من ذات الرتبة كالواجبات عندما تتعارض بينها، يعني مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حول بني قريظة لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، هنا تعارض واجبان، واجب الصلاة وهي واجب مؤكد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا واجب الجهاد، فهنا لما تعارض أيهما يقدم؟ هنا طبعا فائدة علم الفقه أن يرجح بين هذه. المسألة الثانية في تقرير رتبة الحكم مثل كتابة الدين، كتابة الدين قسم من يراه واجبا وقسم من يراه عدم الوجوب، هذا ماذا يقرر؟ يقرر علم المقاصد ومتى تحقق هذه. مسألة ثالثة في تأثير الشروط في العقود في المعاملات، يعني سابقا المعاملات كانت فيها صعوبة، لكن الآن يعني خاصة في موضوع السلم والقبض في البيع، يعني الآن تباع السفن في عروض البحار وهذا تجارة عالمية ومعروفة، هل يمكن أن نهملها؟ يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. في إحداث أحكام جديدة أيضا في المسائل لا تنص فيها، لأنه كما هو معلوم النص متناهي ولكن الحوادث غير متناهية، الدنيا ماضية، فبالتالي من هنا كان لزاما احتواء الحوادث غير المتناهية في ذلك النص من خلال علم المقاصد، وإلا اتهم الفقه الإسلامي بالعجز والتقصير. المسألة الخامسة الترجيح ما كان مرجوحا وليس راجحا، يعني أحيانا أكو أقوال غير مرجوحة لكن الآن أصبحت راجحة بفعل الظرف والزمان، مسألة الرمي قبل الزوال يعني في مكة، يعني الآن الناس يعانون وحدثت مشاكل، ويعني أحيانا الناس توفوا بسبب هذا الأمر، لأنه الكل يجب أن ترمي قبل الزوال. فهنا يعني هذا الرأي الرمي بعد الزوال هو مرجوح وليس راجح، أن الراجح وأراء الفقهاء أنه الرمي قبل الزوال، لكن أن الحاجة والمصلحة وحفظ النفس تدفع إلى الإفتاء أنه يكون بعد الزوال. وكذلك الديون المترتبة بالذمة، هل يعني تكون يعني كما يعني يقول البعض أنه هل تقضى عددا أو تقضى قيمة؟ هذه المسألة حقيقة يعني إحنا الدول الإسلامية بالذات دول اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد العالمي، يعني أحيانا بضربة واحدة ممكن السوق ينهار في أي بلد. شكرا جزيلا لكم. إخواني وأساتذتي الكرام، أولا أقدم الشكر والتقدير لأساتذتنا المتحدثين في هذه الموضوعات المهمة، وثانيا أقدم الشكر والتقدير لكم لحسن استماعكم. أنا أريد أن أختم هذه الجلسة بتأييد الشكر والتقدير لإخواننا الذين قاموا على هذا المؤتمر، وأؤكد اقتراح فضيلة الدكتور محمد جرمس صباحا، حبذا لو كان هذا المؤتمر يعني في قاعة من قاعات كليات الإلهيات أن يشترك فيه الأساتذة والطلاب. ولذلك أذكر الأخ المسؤول المهندس أمين العام المهندس مروان أمين العام المنتدى إن شاء الله على أن يرتب المؤتمر في السنوات القادمة حسب هذا الاقتراح وحسب هذا الطلب. وبارك الله فيكم وشكرا لكم، السلام عليكم.